الدخول والخروج للملعب عندنا أصبح أزمة كبيرة. حبينا نسأل الجمهور وش مشاكلكم؟ ذبحونا في الزحمة، كله ملصق وزاحم المكان. يا أخي تذبحك ريحة الناس، أوف هدول ما يستحموا. والله ما حق الولد، يا للناس لازم يا أخي يلقون بيئة مناسبة مثالية. يا أخوي الزحمة حلوة، نكون قريبين من بعض، والدنيا شتاء تحب اللمة، الله لا يحرمنا من اللمة والزحمة واللحمة.